مشاهدينا الكرام، للمزيد من المتابعة معنا على الهواء مباشرة بصوت وصورة من بنغازي الأستاذ أحمد التهامي، الكاتب والمحلل السياسي الليبي. أهلا بك معنا على شاشة أون لايف سيد أحمد. وبداية، كلمة المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي في ذكرى معركة الكرامة، برأيك ما أهم الرسائل المباشرة والغير مباشرة التي أطلقها المشير خليفة حفتر في الاحتفال بذكرى الكرامة؟ شكرا للاستضافة أختي، وأنا سعيد فعلا بالظهور على قناتكم. طبعا واضح جدا أن خطاب السيد المشير خليفة حفتر كان خطابا قويا وكان منتظرا، لأنه خطاب المنتصر. الرسائل كانت قوية فعلا وكانت مباشرة لبعض الأطراف، وخصوصا الأطراف الداعمة للإرهاب، كذلك للميليشيات المسيطرة على مدينة طرابلس، وكذلك للشعب الليبي بصفة عامة، أنه لن يتخلى ولن ينسى دماء الشهداء، لأن عملية الكرامة التي بدأت في 15 مايو 2014 كانت عملية فعلا مفاجئة وقوية، وظهرت في وقت عصيب. كثير من الناس كانوا يتوقعوا فشل هذه العملية، ولكن فعلا التفاف الشعب في مدينة بنغازي لم تكن أبدا حاضنة للجماعات الإرهابية، وكانت تحاربها منذ العام 2011 في عدة وقفات وعدة جمع. بمجرد ما ظهر الجيش الليبي، فعلا الشعب في مدينة بنغازي احتضن الجيش الليبي وساعدوه، ولعل عملية الكرامة التي بدأت في شهر مايو في 2014 كررت، أو يعني كان لها زخم شديد وقوي في شهر أكتوبر من نفس العام، عندما نزل الجيش إلى مدينة بنغازي والتف الشعب حوله، وفعلا كان الشعب الليبي في عدة مناطق من بنغازي هو الذي طهر مدينة بنغازي من الجماعات الإرهابية، لأنه كان يعرف أن هذه الجماعات الإرهابية هي مناقضة للدولة، ويعرف أنها فعلا مدعومة من الإسلام السياسي، وعلى وجه الخصوص الإخوان المسلمين الذين لم يجدوا لهم على الإطلاق أي صدى في ليبيا، وخصوصا في مدينة بنغازي. بنغازي تفخر فعلا هذه المدينة بأنها مدينة قومية، مدينة عربية أصيلة، لن تقبل إلا الناس القوميين والوطنيين الذين يحاربون الإرهاب ويسعون لبناء بلدانه. طيب سيد أحمد، يعني نعم، بالتأكيد هناك رمزية ما فيما يتعلق بتزامن الاحتفال بمرور 3 سنوات على عملية الكرامة، وأيضا تخريج الدفعة 50 من الكلية العسكرية، برأيك ما هي هذه الرمزية؟ هذه الرمزية واضحة جدا. نحن فعلا الجيش الليبي الوطني فعلا بينما كان يحارب الإرهاب كان يبني في الجيش. نحن سعداء جدا، وكنا نعلم ونعرف تماما أن الجيش الليبي يبنى، وتخرجت العديد من الدفعات في كافة الأسلحة والصنوف التابعة للجيش الليبي، والآن تتخرج هذه الدفعة التي تعتبر امتداد الدفعة 50 من دفعات ضباط القوات المسلحة، تخرجت فعلا في هذا اليوم. وهذا يعني، ونفس الرسالة اللي نحن شاهدناها اليوم، أن نحن الآن لدينا جيش فعلا يعتمد عليه، وقد كان وقد بدأ الجيش في ظروف صعبة جدا. يعني كان عملية الكرامة في بدايتها، وخصوصا في شهر مايو إلى شهر أكتوبر، كانت تعاني من يعني فعلا حتى من الأسلحة، قلة الأسلحة والذخائر، ولكنها صبرت وصمدت وقاومت هؤلاء الإرهابيين، ونحن الآن على ما يعني على مشارف التحرير الكامل لمدينة بنغازي. لعله جيب بسيط جدا موجود في شمال المدينة اللي هو في منطقة الصابري وفي وسط البلاد،
ولكن نحن نعرف الآن وكل الناس يعرف في مدينة بنغازي أن هؤلاء الإرهابيين يرفضون أنفسهم الأخيرة بإذن الله تعالى. نعم، برأيك سيد أحمد يعني ما نعم. التحدي الأكبر والأصعب أمام الجيش الليبي في تطهير البلاد من الإرهاب، وأيضا في ظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية ما زال فيها الكثير من التجاذبات السياسية والصراعات على الأرض ومحاولة تطهير الأرض من الإرهاب، يعني مع كل هذه المعطيات كيف ترى أو ما هو على قوات الجيش الليبي من تحد كبير وهو صعب في هذه المرحلة التي نحن فيها الآن؟ نعم نعم، هناك عدة تحديات، ولعل أبرز هذه التحديات هي المجموعات المسلحة أو ما يسمى بالميليشيات اللي متواجدة في مدينة طرابلس والتي تعد بالمئات، ومنها ميليشيات عائلية. وأحب أن أشير هنا أن تقارير الأمم المتحدة، لجنة العقوبات للأمم المتحدة التابعة لمجلس الأمن، التقرير الصادر في 2000 عن سنة 2014 وسنة 2015، وللأسف الشديد الكثير من الناس لم يقرأوا هذا التقرير، وقد قمنا بتلخيصه وعرضه على مجلس النواب. هذا التقرير أعد من 6 خبراء من مجلس الأمن، كلهم أجانب ليسوا لا ينتموا إلى ليبيا، وقد قالوا كلمتهم الواضحة بأن هذه الميليشيات هي التي أفسدت الحياة السياسية في ليبيا. هذه الميليشيات هي التي بعثت المؤتمر الوطني المقبور من القبر فعلا، وهذه نعم. الميليشيات الآن تعوث في طرابلس فسادا. نعم، وهذا أكبر تحدي فعلا. صحيح. نعم. أشكرك نعم. شكرا جزيلا سيدي الفاضل الأستاذ أحمد التهامي الكاتب والمحلل السياسي الليبي، كنت معنا بالصوت والصورة على شاشة أونلاين.